لازم يقاوم على بالنا بلي شي صعيب مي لازم يقاوم حنا انا متطوعين من فريق خاصه تدخل ورا الدرب الوطني ان شاء الله نكونوا في الواجهه لحمايه امن البلاد والمواطنين وهذا تفقيد كلمات القاده ورؤسائنا ضمن فريق خاصه تدخل الدرب الوطني هذا اللي هو ومامتها الاليات الحربيه المعدات الحربيه بالجيوش فيبقى العنصر البشري على الحسب الاخرى اللي نقولها كامل وستبقى يدنا على الزناد وحيالنا على امن الوطن وارواحنا على الاكل والله 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 والله
الزومات مركز عليه مليح انا ها خرج هاك ندور له كود هاك ديك واش ركب ها لا لتعيش حرا طول الزمن لتعيش حرا طول الزمن وطني 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 طالي زمني طالي زمني روحي مالي نفسي بدني روحي مالي نفسي بدني وانا الحامي لك في المعالي وانا الحامي لك في المعالي لتعيش حرا طول الزمن لتعيش حرا طول الزمن وطني 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 طاري الزمني طاري الزمني روحي مالي نفسي بدني روحي مالي نفسي بدني وانا الحامي لك في المعالي وانا الحامي لك في المعالي لتعيش حرا طول الزمني لتعيش حرا طول الزمني وطني 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 طاري الزمني طاري الزمني روحي مالي لتعيش حرا طول الزمن لتعيش حرا طول الزمن.